بس انا رايكم هلا تهريق اذا بحط اصبعي هيك سرحت لهونيك. بس لازم دام حملتها شي نص ساعة. اسأل شو هيدا الجازون لأننا تركناه صار لهون صار ورود. هيدا مفروض جازون بس انا ما سقيناه بيكو في الشهر هيك سنين. زرعنا الجاردن بس ما عارفين انه لازم نسقيها. امبارح معلم جورج قال انه يكتو معقولة قلت لي معقولة زرعت لك شجر وما بتحط فيهم مي؟ قلت له ما كنت عارفة انه لازم اسقيهم. قال ف هلا صار عندنا شغل جديد نفس البلان. هلا هونيك في ارازات الكتريك هونيك بس بندور الخنفيات على بول التريل. صوري لهم اياهم تعليمهم هاو التريس بس بنحط الرزاج الكتريك. بس انا هون انا حضرت جنابة لازم اسقي او وكل حدا يسقي عني. بس اليوم حبيت انا اسقي لانه ليكو شو حلو هيك ليروحوا لبعيد. قلت له انا انه ما كانت عم بتشتت. قال لا صار لها شي شهر ما شتت فلازم نسقي. هلا انا عم بتحذر وشو عم جرب اعمل صراحة ماشي. بس انا بحب البقلة. قلت له لمعلم جورج انا بدي اجرع بقلة. قام قال لي لا ما فيك وما بعرف شو. شكله عن جد ما فيني. رح اعمل تجربة بس بحطهم هيك بالارض شوف اذا حيطلعوا لوحده. بس I think لازم اعمل شوية وحل قبل. هلا بعمل شوية وحل ما عندي ولا شي لحتى انكس واعمله. هلا رح اعمل وحل وكبهم. هلا بده يعيط علي اذا بشوفني. بس انه بفتكر هيك بيزرعوا انه شي بتحطوه بالارض يطلع. بصير نعمل سلاد. معقولة ما تضحكوا علي. هلا بعد شهرين اذا طلعوا بدي فرجيكم اياهم. بقلي كثير منيح مع الاكل. يلي هلا بدي اعيط علي. يلا شو ما طلعوا طلعوا. هلا هن كاتبين ديسكريبشن تزرع على عمق 1 سنتيمتر. ما في سنتي ما في شيء. عم بيقولوا انه بدنا ندفن حتى سنتي. بس هيدا بيطلع لحاله بس هلا بكب شوي. Like this can it good ولا no? Like semi-topia. No. Good, nice. No, not good. I have to dig further more. بس مش هون. ييه نزل كلهم بنفس المحل. I put everything here. بس هون مش لازم نحط هيك كثير. Everything here. حط ووتر ولا نو؟ ما هو بيطلع لي بقلة بس بهيدا السبوت. تعي صوري لهم اياها هون. ان شاء الله بمدوا لحالهم. ماي جاد شو مخرجة انا عن جد. خدي بس اطلع اعمل كونسرت مخرجة. ازرع ولا اعمل شيء. كان لازم على القليل يكون عندي تولز منكوش حصادة ما بعرف شو. هلا هيدول اقولكم بمدوا. معقول بعدين يمدوا لوحدهم على كل البلاس. جبت حالي منيح ما لابسه ابيض اليوم. هلا عم فكر انه عندي كذا شغله هيك عم فكر ازرع كل كورنر شغله. بصير ناكل اورجانيك. لقيت عندي هدول ميال الشمس. اذا طلعوا طلعوا بيطلعوا حلوين هون، اذا ما طلعوا ما فينا نعمل شيء، ما بيطلعوا. طلع انه هيدي بذره بذره كلها واثنين مع بعض. ليكو كيف طلعوا. بذر كل اثنين مع بعض بحطوهم بقلب 3 سنتي. I have to dig ما مش مثل ما تصوراتي. هون بعد ما تبحشوا بذرة اثنين ثلاثة يلا على صحة السلامة. بس ما بعرف اذا قالوا بتحطولهم مي.
من هون لهون صراحة أنا بس لازم أقص إيدهم. يلا ماي يكون طالع هيك وحدة. أنا ما بعرف شو عم قصهم صراحة، بس إنه تعصبنا لزرعنا الجازون. هلا إذا بيشوفني بيجي بيقبرني معلم جورج، إنه ضلوا مدري قد إيه وقت يزرع لي الجازون. عم أنا I completely ignored it وما سقيتهم يبسوا. هلا عم أقطش له إياهم صراحة لأزرع. ما بعرف هلا شو بدي أزرع، هلا بنشوف.